بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم عبد العزيز، الراديولوجي كونسلتنت بجامعه عين شمس. النهارده ان شاء الله هنشرح الكارت الدوبلر العملي، التكنيك بتاعه وازاي بنقدر نعمله. اول حاجه خالص طبعا هنختار البروب بتاعنا، هو لينير بروب، والفحص بتاع الكاروتيد لازم يبقى لينير وكيرف لينير. مفيش حاجه اسمها ان انت فحصت الكاروتيد باللينير فقط، هيطلع منك بيتفولز كتير وهتبقى دايما في انسفيشنت داتا كنت ممكن تطلعها. فلو سمحت افتكر دايما الكاروتيد لينير وكيرف لينير، وكل واحد وليه استخدامه. هنبتدي اول حاجه بلينير بروب. بسم الله. طيب انا اخترت البريسيت لينير واخترت البريسيت بتاعي، ممكن تختاره ارتيريال او كاروتيد على طول من الجهاز. تمام. اول حاجه خالص بتخلي العيان يرفع رقبته لفوق ويخليه يبص الناحيه الثانيه للفحص، للسايد اللي انت بتعمل له اكزامينيشن. بعد كده تيجي تحط البروب بتاعك في السايد هنا. عندك طبعا تو ابروتش زي ما قلنا في النظري، انا ممكن اقف بالانتيريور ابروتش قدام السنو كيدو ماستويد ماسل، دي الماسل اللي هي ماشيه بالاتجاه ده، دي الماسل. انا ممكن اقف هنا انتيريور السنو كيدو ماستويد، وممكن اقف هنا بوستيريور. اوكي. وكل واحد زي ما قلنا في النظري ليه الايه الاستخدام بتاعه. طيب خلينا نبتدي بالروتين بتاعنا اللي هو الانتيريور ابروتش. يبقى اول حاجه خالص حضرتك هتقف انتيريور السنو كيدو ماستويد ماسل، وهتقف ليه الماسل زي ما احنا شايفين هنا كده. ايه الاستراكشر الصغير ده؟ ده الكومن كاروتيد ارتري. ايه الاستراكشر الكبير اللي جنبه؟ ده الانترنا جاجولار فين. وزي ما قلنا قبل كده في السيشن بتاعت الفينز، دايما الفين اكبر من الارتري، دايما الفين اكبر من الارتري. اوكي. طيب ودوت الرايت ثايرويد لوب، وطبعا الكومن كاروتيد بيبقى جنب الرايت ثايرويد لوب. طيب انت اول حاجه خالص السكاننج بتاعك تي اس، طبعا زي ما قلنا اي ارتري في الدنيا هنبقى تي اس. كل اللي هتعمله حضرتك هتجيب كومن كاروت ارتري وتنزل معاه، تنزل 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 لحد ما بتجيب، انا هنا في الرايت سايد، يبقى هجيب ايه؟ هجيب المنظر الجميل ده. ده البريك كفاليك ارتري او الانومينيت ارتري، هيتقسم لي السبكليفيان وهيتقسم للكومن كاروت تاني. يبقى انا واقف تي اس، كل اللي انا بعمله بقابلك ايدي بس. يبقى انا جبت الكومن كاروت، هقابلك ايدي لتحت، هجيب المنظر الجميل ده، اطلع فوق كومن كاروت، انزل تحت سنه، ده السبكليفيان. امال مين ده؟ ده الانترنال جاجر، وهو الفالف بتاعه. الانترنال جاجر فيه فالف زي ما قلنا. طيب يبقى ده الكومان كاروتد وده الانومينيت. وبالكيرف لينيا بروب هنوريكم بقى، هوريك برضو داتا اكتر يعني. طيب انا بعمل ايه؟ بعمل سكاننج تي اس مود للاوريجين اوف كومان كاروتد ارتري. اوكي. لان اكتر حته هتشوف فيها بليكس دايما عند الحته اللي فيها بايفوركيشن، فهنا الانومينيت بيقسم، يبقى اجي بص هنا في الاوريجن بتاع كومن كاروتد في بليكس ولا لا. كل ده تناقض في تي اس. بعد كده هطلع مع الكومن كاروتد تي اس، هطلع 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 لحد ما هو كمان هيقسم لكورتين. يبقى انا الاستراكشر ده والاستراكشر ده. اوكي. تاني يبقى انا كل اللي بعمله اول حاجه خالص بلوكالايز الكومن كاروتيد ارتري، عملت له لوكالايزيشن وعرفت ان هو ما بين الرايت ثايرويد لوب والجاجولار. هتنزل 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 هتجيب الاوريجن بتاعه. جبت الاوريجن، هتعمل له سكاننج تي اس بتدور على اي بليكس او ستينوتيك ليجنز. بعد كده هتفضل طالع لفوق، طالع 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 لحد ما بيقسم للتو ستراكشر دول اللي هو الانترنال والاكسترنال كاروت ارتري. زي ما قلنا في النظري، ودي بقى كويس يعني، دي البيشنت هنا عنده فاريشن ظريف. زي ما قلنا الناس دايما بتعتمد في الانترنال والاكسترنال على ايه؟ ايه يقول لك الانترنال اكبر، بس ده مش في كل الناس. الانترنال لاترال، بس ده مش في كل الناس، في 80% بس من الناس. اوكي. الانترنال فيه لو ريزيستنس ويف فورم، والانترنال ما بيطلعش برانشات في النك. انا اللي يهمني من القصص دي كلها البرانشات. خلاص. يبقى انت حضرتك بتعمل ايدنتيفيكيشن للانترنال كاروت الارتري عن طريق في برانشات طالعه ولا لا. في برانشات طالعه ده اكسترنال على طول، كان اكبر كان ميديال ماليش دعوه، طلعت برانشات يبقى على طول ده الاكسترنال كارت. طب تعالوا نشوف لو عايزين نطبق الجدول. طب ده اكبر، يبقى ده ممكن يبقى الانترنال وده الاكسترنال، ممكن بس مش في كل الناس. طب ده لاترال، كان المفروض يكون انترنال صح؟ عشان كده بقول لكم هنا في فاريشن، ان الانترنال في معظم الناس بيطلع لاترال، هنا اللي طالع لاترال الاصغر. اوكي. عشان كده ما يفرقش معايا غير حاجتين، البلسد ويف فورم في النورمال بوبيوليشن، وانت العيان بتاعك مش نورمال. لكن الحاجه الوحيده اللي هتعرف تعمل الكاركترايزيشن ده انترنال ولا اكسترنال، في برانشات طالعه من الاستراكشرز ده ولا لا. تعال نمسك الاستراكشر الصغير على اساس ان انت بتاسيوم ان الصغير هو الاكسترنال، وتمشي معاه وتشوف هيطلع منه برانشات ولا لا. لقيت طلع منه برانشات زي هنا، زي البرانش ده اللي طلع اهو، اللي هو لو رجعنا تاني ادي سيركل اهي،
تطلع لفوق، تطلع منها برانش كبير، يبقى على طول ده الاكسترنال كاروتيد وده الانترنال كاروتيد.